تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. في قراءة الإنجيل الطاهر إنجيل مرقس الفصل الأول آية الفصل الأول الآية 24 كان في مجمع كفرناحوم رجل فيه روح نجس فاقصاح أصاح الروح النجس بعيدا منكم ما لنا ولك يا يسوع الناصري أجئت لتهلكنا أنا أعرف من أنت أنت قدوس الله. هنالك من يقول مثل بدعة شهود يهوى وهي طبعا حركة يهودية بتقول إنه هذه العبارة هي نفسها قالها السيد المسيح لوالدته وبفسرها بنفس المعنى في إنجيل يوحنا الفصل الثاني ما لي ولك أيتها المرأة إذا ما لنا ولك يا يسوع الناصري يا يسوع الناصري ما لي ولك عفوا أيتها المرأة أقول لك نفس المعنى منه لا أريد أي علاقة بيني وبينك حاشا وكلا. هل يوجد أي ابن بر في الدنيا يقول لوالدته لوالدة شريفة محترمة يقول لها لا علاقة بيني وبينك؟ مش ممكن. أيضا إذا الإنجيل الطاهر إنجيل لوقا الفصل الثاني آخر آيات بيقول نزل يسوع مع مريم ويوسف إلى الناصرة وكان خاضعا لهما. وأريد أيضا أن أقول أنه في العالم الإسلامي أيضا يؤمن المسلمون والمسلمات أنه السيد المسيح كان برا بوالدته وما كان جبارا شقيا. طبعا تقول لي أنت رجل دين مسيحي لماذا تستشهد بالمصادر الإسلامية؟ فاستشهدت بها لأن عددا من إخوتنا المسلمين أيضا يشاهدون أحيانا ولأنه إخوتنا المسلمين وأخواتنا المسلمات يكرمون السيد المسيح والسيدة العذراء. يعني هذا شيء يقربنا بعضنا من بعض. إذن أريد أن أعود إلى العبارة. حتى عندما تكون العبارة نفسها أو نفسها يختلف معناها باختلاف السياق باختلاف المتكلم باختلاف المخاطب. يعني التكست يختلف معناه في الكونتكست حسب من قاله وحسب لمن قاله. ما لنا ولك يا يسوع الناصري ما لنا ولك يعني اتركنا يعني دعنا وشأننا. ليش؟ لأنه خايفين منه. أجئت لتهلكنا؟ إذن الروح النجس لا يريد يزعج الروح النجسة وجود يسوع وقدرة يسوع تزعج الروح النجس فيطلب الروح النجس من المسيح أن يتركه. وأيضا مرة طلب أهل منطقة معينة من السيد المسيح أن يترك تخومهم أن يترك حدود منطقتهم. ولكن في عرس قانا الجليل المتكلم هو يسوع وليس روحا نجسا وهذا اختلاف جوهري طبعا
المخاطبة هي والدة يسوع المحبوبة المحبة، هي أحن الأمهات، ويخاطبها أبر الأبناء. والسياق مختلف تماما، وهنا طبعا في العبارة نعود إليها حرفيا في الآرامي، كما نستشف هذا الآرامي من اليونانية تي إمي كي إسي ييني. طبعا في ناس بلفظوها بلفظ إرازموس، تي إموي كاي إسوي جيناي، يعني هذا ترجمة حرفية للآرامي، ما لي ولخي أنتات. أنتات يعني أيتها السيدة، فيش فيها احتقار، فيش فيها استهتار، مش ممكن انه السيد المسيح حاشا وكلا استهتر بوالدته ولم يحترمها. يا مرأة يا مرأة، هذا كلام لا يليق، لانه السيد المسيح هو اكبر محترم للمرأة وبالذات لوالدته دائمة البتولية. ما هو السياق؟ نحن في قانا الجليل هنا في فلسطين، في الجليل، نفذت الخمر، يوحنا الفصل الثاني آية 1 وتابع. فقالت ليسوع أمه، لم يبقى عندهم خمر، يعني هذا طلب دبلوماسي غير مباشر، فيجيبها السيد المسيح، ما لي، يعني ماذا هناك، ماذا يوجد لي أنا وما يوجد لك، ماذا يخصني وماذا يخصك أيتها السيدة؟ لا أنا العريس، وليش معجوقة زي أم العروس هذا بيقولوا عنا، لا أنا العريس ولا حضرتك أم العروس، شو إلي وشو إلك، يعني شو إلنا؟ وهنا ممكن أن نقول مالنا ومالهم، مالنا ومالهم. طبعا هذه مناورة مقدسة من السيد المسيح، استفادت منها السيدة العذراء، ولكن نستفيد نحن منها أكثر بكثير. في الواقع المناورة موجهة إلنا إحنا، لكي نؤكد مع الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية، أو لكي نؤكد تأكيد الكنيسة الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية بناء على الكتاب المقدس نفسه، على الإنجيل الطاهر، وجاهة العذراء، شفاعة العذراء، لأنه سريعا سيقوم بالمعجزة. فقالت أمه للخدام، مهما أمركم به فافعلوه. الملكة السلطانة أصدرت أوامرها، والسيد المسيح يصدر أوامره، وهو يصدر أوامره يكون يطيع والدته. املأوا الأجاجين ماء، شوفوا ثلاث أفعال أمر. قالت أمه للخدام، هذا الحكي بعد ما قالها ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد، أي ساعة؟ ساعة المعجزات. بس اسمحوا لي أرجع شوي إلى الوراء، وهي حركة الرجوع إلى الوراء موجودة في بعض البلاد. في أحد أصدقائي المفسرين، أحييه على فكرة إذا بشاهد هذا اليوتيوب، بيقول إنه معناها حضرتك يا أمي أنت من العهد القديم وأنا من العهد الجديد، فيش علاقة بيني وبينك. السياق لا يسمح بهذا التفسير، ليس فقط لأنه دائما هنالك علاقة بين العهد القديم والجديد، العهد القديم هو التكملة للعهد الجديد، بمعنى إيصال العهد القديم، العهد الجديد هو إيصال العهد القديم إلى الكمال، العهد القديم هو الطفولة، العهد الجديد هو النضوج، ولكن لنفس الكائن. إذن هنالك علاقة بين العهد القديم والعهد الجديد.
الجديد مكنون في القديم، القديم ينبئ عن الجديد، القديم يجد كماله تتميمه في الجديد. لا يوجد شيء بالمرة في السياق، لا في النص ولا في السياق، لا في التكست ولا في الكونتكست، بيقول إنه ما معناه أنت سيدة العذراء أنت من العهد القديم. ما هي أول شخصيات العهد الجديد؟ بالسيدة العذراء يبدأ العهد الجديد. يوحنا المعمدان وقف على عتبة العهد الجديد، يعني لم تأتي ساعتي بعد ساعة المعجزات. طبعا في غير محلات ساعة يسوع هي ساعة آلامه، هنا ساعة المعجزات، بدليل الآية الأخيرة من هذا المقطع: أظهر يسوع مجده. هذه أولى آيات يسوع، آية سيميون، أوت بالعبري، آية بالعربي، هذه أولى آيات يسوع قام بها في قانا الجليل، أظهر مجده وآمن فآمن به تلاميذه. إذا عندنا هنا في شأن كنت أحكي عن ثلاث أفعال أمر، مع أن السيد المسيح قال للسيدة والدته منها السلام ما بخصنا هذا الموضوع، لا يعنيك ولا يعنيني، مع ذلك أصرت السيدة العذراء، نادت الخدم، وضعت السيدة المسيح أمام الأمر الواقع، وصدر ثلاث أوامر. الأمر الأول من السيدة العذراء للخدم: مهما أمركم به فافعلوه. يسوع يصدر أمرين: املأوا الأجاجين ماء فملأوها إلى فوق، وشو الأمر الثاني؟ أغرفوا الآن وناولوا رئيس المائدة. إذن أمر من السيدة العذراء وأمرين من المسيح. أمر من السيدة العذراء: مهما أمركم به فافعلوا. أمر من السيد المسيح: املأوا الأجاجين ماء، اغرفوا الآن، ناولوا رئيس المتكئ. مظبوط؟ هاي عنا أربع أوامر. أمر السيدة العذراء بشكل مباشر تأمر الخدم، وبشكل غير مباشر تأمر ابنها. ما هو ابنها حسب الطبيعة البشرية، حسب الجسد، كتاتي ساركا، كما تقول لنا الرسالة إلى أهل روما فصل 9 آية 5، المسيح هو ابن كامل للسيدة العذراء، ولكن طبعا حسب الطبيعة الإلهية هو سيدها. إخوتي أخواتي، إذن حتى لما أحيانا بيكون عندنا نفس العبارات في الكتاب المقدس، فالمعنى يختلف، خصوصا باختلاف المتكلم والمخاطب والسياق. وشكرا لإصغائكم.